السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. رسالتي النهارده موجهه للبيرنتس، وهي رساله في ناس هتضايق مني اني يعني بقولها كده، لكن دي نصيحه لكل البيرنتس. عن اذنك ما تاخدش قرارات حرفيا تبوظ البريبريشن بتاع ابنك للامتحان وتودي ابنك في داهيه وانت مش متخيل ده. انت هتكون فاكر انك يعني اكشلي بتعمل اللي فيه مصلحته وانت اكشلي بتضره. دي شفنا منها اكزامبلز كتيره، وللاسف اكتر ناس بيقابلوا الموضوع ده هي الناس اللي محوله من ناشونال او من عربي، ومتخيلين انه البريبريشن بتاع اي امتحان في الدنيا هو تو ستيبس، مفيش غيرهم، ان احنا بناخد منهج والمفروض ذاكرت المنهج ده كويس هخش هجيب درجه كويسه في الامتحان. دي يمكن دي طريقه احنا كنا اتكلمنا في الفيديو امبارح لو فاكرين، وقلنا ان هي طريقه بريبريشن اللي احنا متعودين عليها هنا في مصر. وكنت حتى فاكرين لو فاكرين قلت قبل كده انه في انظمه مش مبنيه على الموضوع ده، زي الامريكان والبريتش مش مبنيين خالص على فكره انه منهج مش هيطلع منه الامتحان. ان انا هعمل لك كتاب اسمه كتاب المنهج، هتذاكر منه هتلاقي الامتحان ما طلعش منه، عامل لك ليستد فوكاب كلمات بقول لك الامتحان مش هيطلع منها. مفيش حاجه زي كده اسمها في الامريكان اسمها كده، ولا حتى في الاي جي على فكره بنفس الطريقه النمطيه دي، يعني لان دي امتحانات بتقيس قدراتك مش بتقيس حفظك، وانك تحفظ المعلومات وترجعها في الامتحان دي بتقيس فهمك. فاهمين الفكره؟ فعن اذنك في قرارات كده هي مصيريه وانت مش متخيل حجمها عامل ازاي. يعني قبل ما تحجز لابنك ترايل، اسال التيتشر اللي بيديه انت شايف ايه احسن وقت احجز فيه، من تقييمك لمستوى ابني شايف ان هو يخش الامتحان امتى. فاهمين الفكرة؟ في العادة preparation period بتبقى قبل ما يخش الامتحان من 4 ل 6 شهور على حسب مستوى الطالب، لكن انت ممكن تلاقي حد كيس انت شايف ان هي ما شاء الله شاطرة جدا، انا بقول لكم بيحصل معايا، فتقول له لا ده انا هنقلك للادفانس على طول انت مستواك كويس. وللاسف الغالب مش ده، طبعا الغالب العكس، الكيسز اللي الانجليش بتاعها فعلا مش prepared well خالص، فاكشلي ممكن يطول في مدة البريبريشن شوية. هنا ساعات بتصدمك بقى بعض المواقف اللي البيرنتس بيعملوها في بعض الاحيان. تلاقي بيرنت هو يجي يقول لك مستر انا حجزت لابني محاوله كذا. طب انت ما رجعتش ليه وسالتني قبل ما تدفع 7000 جنيه ودلوقتي اصلا دخلت 8000 جنيه حلوين وانت بتحجز المحاوله؟ كنت هقول لك ابنك مش مستعد يخش الترايل دي. فاهمين الفكره؟ مش بسبب تقصير ولا بسبب حاجه، لكن انه محتاج بريبريشن بيريد معينه، مده تحضير معينه، ولسه مثلا اقول لك يخش الترايل الفلانيه. على حسب خبرتنا الحمد لله في المجال من زمان، يعني بفضل الله عز وجل، انه امتى تكون مستعد تخش الاكزام. في حاجات unrealistic expectations، هو البيرنت متخيل مثلا، دي بشوفها كتير، انا حجزت لابني الشهر ده اي اس تي والشهر اللي بعده على طول اكت. طب انت ليه ما جيتش قلت لي قبل ما تحجز؟ يعني عرفني الستبس عشان اقول لك ده مناسب لابنك ولا لا. والأسوأ طبعا انه اللي بيحصل انه في بيرنتس بيبقى عندهم للاسف حاجات يعني توقعات مش كويسه خالص. يجي بيرنت يقول لك انا مثلا عايز ابني يخش ترايل واحده يجيب المجموعه ما يخشش تاني. قبل ما تطلب انت اصلا بتحط ابنك تحت ضغط السيستم نفسه مش متوقع انه يتحط فيه. هو ما عملولكش 6 اكزامز في جريد 11 او 6 ترايلز، 6 محاولات في جريد 11 و6 ترايلز زيهم في جريد 12 عشان متوقع انك من مره ابنك هيجيب السكور وسلام عليكم. ده امتحان قدرات، فعايزين نتفق انه من خبرتنا about only 30% من الطلبه بتخش مره واحده تجيب السكور. في العاده بيحتاجوا اكتر من محاوله، وده مش بسبب تقصير من ابنك، بنقول تاني لا ده بسبب ان دي مهارات سكيلز. هل انت لو علمتك السواقه دلوقتي هتبقى بتسوق زي بعد سنه من دلوقتي؟ هل انت اول مره مسكت دريكسيون وبدات تسوق انت زي دلوقتي في السواقه؟ اكيد لا. فده اللي احنا بنقوله، لما تاخد قرارات مصيريه زي دي بليز ارجع للتيتشر اللي ابنك بياخد معاه، انت حقك الكامل انك تساله، لكن عن اذنك ارجع للتيتشر تاخد قرار زي ده. وعن اذنك قبل ما يبقى عندك اي اكسبكتيشنز ارجع للتيتشر واساله هل انا بفكر، هل انا رايي كده صح ولا لا. انما مع كل احترامي انت ايه الخبره اللي عند البيرنت قبل ما يدخل ابنه الامريكان عشان يقدر يقول قرار زي ده؟ حتى خبره اصحابك ما ينفعش انك تعملها تقولها بالظبط، لان ممكن يجي لك طالب الانجليش ليفلز مختلفه، الماث ليفلز مختلفه، وده امتحان قدرات، فالقدرات هي اللي بتحدد كل حاجه. فعن اذنك يبقى اسال التيتشر بتاعك، واحنا في خدمتكم، تكتبونا في اي وقت. سلام عليكم.